الراهب، الراهب للغامدي إلى خارج الملعب، ضربة جزاء، ضربة جزاء للنصر في اللقطة الماضية. شو السالفة يعني إلى الآن ما نشوف شيء؟ يبدو ركلة جزاء احتسبت للنصر أم ماذا؟ نشوف حكم مباراة أشل على نقطة الجزاء هني. أدريان ركلة جزاء للنصر، كرة ملعوبة في المرمى، هدف نصراوي الآن بهدف سجل أدريان من